مشاهدينا الكرام، صباح الخير، مرحبا بكم في هذا البث المباشر وهذا الحوار الجميل برفقة الرائع أحمد كونجي ومثير للجدل والمحبوب عند المغاربة كاملين. يعني أحمد كونجي ما كاينش اللي ما كيعرفوش، ما كاينش اللي ما تفرش فيه، ما كاينش اللي ما حافظش العبارة ديالو. كنت خدام دابا عاد دابا كونجي. عاد كونجي اليوم جدنا تبارك الله مفركس عادي يا بسوي بيا الصور هذا خصني خصوك عنيف ضروري. فين غبرتي علينا؟ توحشوك السلام المغاربة. عليكم سلام. ونهار كبير هذا. تلاقيت مع الشيف تي في ودير اللقاء ديالهم اللقاء ديالي معاهم. الحمد لله الشرف ليا كبير باش نتلاقى معاهم. ايوا كي داير؟ توحشناك، غبرتي الله علينا. يتوحشك الخير. ان شاء الله الجديد غيكون في 2021 ان شاء الله باذن الله. اياه ما خصناش نقولوا ولكن هيكون مفاجئ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تبارك الله درتي قناة ديالك الحمد سميتها لله احمد حاتيمي. احمد حاتيمي في اليوتيوب. قربنا من هذه القناة، كيف جات الفكرة انك دير قناة؟ واحد السيد صديق ديالي ما خصنيش نذكر السميه ديالو هو اللي قال لي خصك دير القناه ديالك نتعاونوا معاك دير الكليبات ديالك دير الفيديوهات ديالك. قلت له مرحبا مستعد باش ربي سبحانه وتعالى ستر الامور باش هو اللي يتكلف بيا بالقناه ديالي. صافي درتي القناة ديالك، كمل شنو كدير فيها؟ شنو المحتوى ديال القناة؟ كندير بحال شكل ديال الفيديوهات شي اي شي كليب درت مع شي فنان ولا هذا خصني نديرو عندي في القناة حيت انا خصني نعرف الجمهور ديالي ونعرف المحبين ديالي اللي كيتبعوني في القناة ديالي. انا خصني نعرف حيت انا في نورمالمون في الاول ما كنتش كنعرف اليوتيوب ما كنتش كنعرف حتى قالوا لي الناس كاين واحد القناة كيديروا فيه الناس راه خاصك انت تكون مع بحال هكا وتولي دير جديد ديالك. واخا اش غدير اليومية؟ ستة غدير روتيني اليومي، داك اليومية تسيق تاكل ان الدور. شاء الله نولي ندير كلشي ان شاء الله باذن الله نولي طيب وجه. واخا قول لي علاقتك بزهير زائر، شنو كمصاحب معاه وكدور بزاف هذاك تفركيس السيد. لا 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 يعطيه الصحة الله شكون هو؟ يخليه زهير زائر. عزيز لا لا عزيز عليا بزاف. لا لا كنفتخر به وكنفتخر به بزاف. هو اللي كيستقبلني عنده في الدار البيضاء. كتبات عنده في لا الدار. هو اللي زعما الله يعطيه الصحة والله راجل طيب راجل عظيم زعما الله يطول عمره ويطول عمر كيفاش والديه. تصاحبتي انت وياه؟ عرفني به احمد احمد اللي احمد المنظم ديال المناسبات اييه هو اللي عرفني به. اها صافي بقيتي مصاحب معاه؟ صافي بقيت العلاقة مزيانة انا وياه. كتجي عنده كيفاش كيجي عندي لا زعما كيرحب بيا وعزيز عليه بزاف وراجل طيب تتهلا فيك بالماكله كتبان آه ليها لا لا كتزور. ايوا ضروري مسكين راه كيدير جهده معانا وكمال على الله سبحانه وتعالى. هيك وكنشكركم وشكرا على المتابعين ديالي. انا اللي كنقول ديما ان شاء الله تشوفوني في الجديد ونتمنى من الله يرفع علينا الوباء وديروا اللقاح باش ربي سبحانه وتعالى يستر الامور. واخا قالوا لي تفركستي وخدمتي ودرتي شويه الفلوس والبارطمان وباغي لا تجوز. لا ما درت حتى حاجه هذاك الشيء في يد الله سبحانه وتعالى وهذاك الشيء اللي كتب لينا مولانا الكريم مرحبا بها. وشنو درتي؟ خدمتي دابا تبارك الله. الحمد لله. فاش خدام؟ لا هذاك الشيء ما يخصش يتقال. علاش؟ لا والو خدام ما نقدرش اصلا موظف بعدا عندي خدمه ولكن ما نقدرش نقول ياك ما خدامش حاجه خايبه. لا لا والو عارف ستوندار. لا صافي هذاك الشيء تروزاسيون. تروزاسيون شنو تروزاسيون؟ تروزاسيون لوتوريزاسيون. لوتيريزاسيون. لوتيريزاسيون. لوتوريزاسيون. لوتيريزاسيون. لوتوريزاسيون. عزيز عليك الضحك. لا ضروري خصني نضحك ضروري. تبارك الله علاش كتشوفني الحمد لله ديما ضاحك الحمد لله تبارك الله. باحشناك بواحد اللبسة تبارك الله في الغوز والهيب هوب وداك الستيل الجديد ما فهمتش. عطاني فكره زهير زائر هو اللي عطاني فكره قال لي هذيك خصك تلبسها وخصك تبين الجديد ديالك. قلت له مرحبا مستعد. هو اللي وقف معايا في هذه اللبسه هذه وزعما تبارك الله عليه الله يوفقك. وهذيك اللبسه غادي تصور بها شي حاجه تحطها في لاشين ديالك ولا؟ هذيك يلاه دخلنا انا وياه باش نشوف شنو غنديرو فيديو ان شاء الله مازال ولكن الزهير انا عارفه فيه الثقه ما شنو رأيك ديالك في هذا الشيء اللي واقع مع الفنانة عائشة مهماه واللي خرجت كتقول انه عندها الطوبات وداك الشيء والجيران كيقولوا لا عندها ايوا وعندها الفلوس ما خصهاش دير بحال هكاك
شو رأيك ديالك في هاد الفنانة اللي مثلا كيبكي و... الناس اللي كتقول بحال هكا انا ما خدامه، انا ما عنديش شحال هادي، شنو كان كيدير ملي كان عنده صحيحته؟ شحال هادي شنو كان كيفكر كي هذاك الشيء كان خصو عليه ملي كان صحه، ومني كان طاحت ليه فرصه مع المسؤولين الكبار ديك الساعه يدوي على راسو. ولكن نتمنى الله يهديهم، الا كانوا كيكتبوا راه الله كيهدي كلشي الجميع. يعني انت ما تبغيش فنان اللي يبقى يكتب ويقول لا لا ما كنبغيش الكذوب، وخاص يكون معتبر وخاص يكون عنده واحد القيمه كبيره، حيت راه عنده الجمهور يعرفوه الناس الكبار. بقى فيك الحال تشوف فنانه كتبكي في فيسبوك ولا لا؟ انا والله ما شفتها، بالله والله ما شفتها. شفتي غير الفيديوهات اللي دار؟ لا شفتها، ولكن ما تبعتش مزيان، ما ركزتش مزيان. شفتها في فيسبوك ولكن ما ركزت مزيان، ما ركزت. ايوا نتمنى الله يهديهم. واخا حتى شي نهار تقدر تطلع وتبكي انت الا ما عندكش فلوس في فيسبوك في انستغرام. انا كنطلب منى، حنا عشنا في الزرقاء وكنا كنطلبوا منى الكريم والله سبحانه وتعالى عز وجل. حنا راه كنا كنعيشوا في ولاد زيان، وربي سبحانه وتعالى هو اللي ستر لنا المحسنين باش جابوا لنا، باش حنا وقفنا على راسنا. هذاك الشيء كيجيب امر الله سبحانه وتعالى، ماشي كيجيب عبد. حنا كنا عايشين في واحد المجتمع في شكل العذاب، ولكن الحمد لله كنقول الحمد لله والله وشكرنا مني ما كمينا وما بلينا ما درنا والو. ما عمرك درتي شي بليه؟ والو. قالوا لي كميتي شي؟ لا والو والله ما ندير شي حاجه، والله ما نقدرش. انا ما نقدرش، ما نقدرش. الا كنت كندير شي حاجه غتبان عليا. ما باين عليك والو؟ زعما كتخرج تنشط وتسهر حتى الربعة الصباح؟ ايوا ولك عاوتاني كاين ناس اللي كيسهر حتى الربعة الصباح. كاين الناس اللي كيديوك عاوتاني كيدوك تسهر. كتمشي تسهر؟ اه ضروري. فين كتسهر؟ يقول لك يلاه معانا، كنقول له خلاص. فين كتمشي؟ لي داني كنمشي معاه. تاع لي داك تمشي معاه؟ ايوا اش غدير؟ خاصك دير الخاطر. ما كتعرفيش هذا، ولكن خاصني نعرف، خاصني نعرف شكون هو وهذا تحت في راسو. كتمشي تسهر؟ لا عندنا مطاورين حنا مخمين. انت مطور؟ كتمشي تسهر في البلايص اللي فيه مشى؟ لا؟ اه ويلي الشرب؟ اش وصلنا الشرب؟ اش وصلنا المحرم؟ الله سبحانه وتعالى حرمنا على هذا الشيء هذا. وقلتي لي داني شي بلاصة؟ لا لا داني شي حاجة، وما ديني بلاصة الحرام راه ما نمشيش معاه. هادي خذ على يقين، يسمعني ولا يبغيني ولا كاع اللي يبغيني. زهير زائر كي ديك بلايص زوين؟ لا 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 باش كيعجبني هذاك السيد من بلي ما والو، غير الضحك والنشاط. شنو تقول لي اليوم؟ انا بغيتك تقول لي، حيت هو دابا قلت لي بحال خويا. هذا ماشي خويا، كنقول لي اكثر من خويا، حيت هذا داك الشيء اللي كيدير مسكين من قلبه. وكان هو مسكين في يدو هذاك الشيء، كنا مسكين وقف معايا كيركبك حدا في الطوموبيل، ما يخلي ما يدير عليا داك السيد. لا هو لا الصديق ديالو حليم، وصديق ديالو هذاك عمر سميتو، ما عرفت سميتو كاع عليا، اعوذ بالله من الشيطان، سميتو حليم ودريس. قالوا لي خطبتي واحد الفنانه ما بغاتش تجوجك، صيفطتي لها ميساج قلت لها بغيت نتزوجك وقالت لك لا. فنانه معروفه كيعرفها زهير زائر. شكون هي؟ ايوا شوف انت. لا والله ما كنتي بغيتي تخطب واحد الفنانه؟ لا. كانت كتعجبك كتسمع الاغاني حافظ نقول لك سميتها؟ رجاء بالميه. بصح انا انا كنتبع هذيك السيده الله يوفقها ما شاء الله عليها باش تولي عريس نيت. هيا شكرا. انا القبيه قبيه اه قبعه 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 القبعه. شنو تقول رجاء بالمير؟ لا الفنانة كنقدرها وكنشكر خوها. لا شنو تقول لها؟ حتى انا قالوا لي صيفطتي لها ميساج قلتي لها بغيت نتزوج بك كتسمع اغانيها. لا ما صيفطتلهاش ميساج. شنو تقول لها؟ شي واحد داير بسميتي. بصح شي واحد داير بسميتي انا. شنو تقول لها اليوم؟ لا 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 يلاه يجبدوا، الا كنت انا غنتحمل المسؤوليه. ولكن شنو تبغي تقول لها؟ كنقول لها كنحييك الفنانه ديالنا، وكان الله يقدرك الله ينورك الله ينورك لالا، وكنحيوك احسن فنانه والله يخلي لك خوك. بالمير. اي عمر. عمر بالمير. كيعجبك عمر؟ تبارك الله. جعدنا بن سليمان زعما كيفاش كيهضر معايا وكيفاش كيتكلم معايا،
مستقبل كيفاش نشوف مع الدراري ديال نوزان عاملين، راه راك شفتي كلشي. اييه كنت حاضره. لا تبارك الله، لا باش عجبني، باش هادي باش عجبني عجبني بزاف. فاش عمر عطاك واحد الكرواسه عاقله. عمر لا لا فن، تبارك الله عليه، راه ولا باينه، راه من والدي ومن مرضيين مرضيين تبارك الله، الله يحفظهم الله يعاونهم. شكون الفنان اللي عزيزين عليك؟ انا فنانه اللي عزيزه عليا اللي متواضعين بزاف اللي كيعجبوني هو خويا ايكو ورشيد الشو، رشيد العلالي، وكنحيي محمد رضا، وكنحيي الاخر سميتو زوير زائر كوميدي ديالنا، وكاع الفنانه، كاع الفنانه احباب، كاع الفنانه، كاين اللي كنعرف سميتو، كاع اللي كنعرف سميتو. كاع البارح كنت كنهضر مع واحد الممثل كوميدي سميتو كاع على هذه، نسيت على سميتو. كاع تبارك الله ظريفين، كاع ظريفين. ها وشكون الفنان اللي ما عندكش معاهم؟ ها لا لا ما عنديش، بغيتش الناس تخاصمت مع شي فنان بقيتي كتعيط ليهم، عاد كتصدعوا بالليل ومبقاش باغي يدوي معاك، قالك ما تبقاش تعيط ليه، فنان معروف وقديم وبالاماره كيضرب على الكمان. استاذي عبد العزيز؟ لا ما تخاصمتش معاه. لا لا تخاصمنا معاه، ولكن هو قال لي هذيك الكلمه ديال باك امك هي باش تقلق. اش قال لك؟ قال لي ما عندكش باك امك وما عندكش هذيك، كان مع الله يعني الله يعفو الله. علاش؟ كانت شي واحد الوقيته اللي ما كيديرها كيولي بحال المكانه. وعلاش دابزتي؟ ماشي دابزنا، راه هو اللي قال لي باك امك، قلت له كلشي انت عندك باك امك السويكي. وعلاش جبدكم في هذا الهضره ديال باك امك؟ لا راه هو اللي قال لي، ماشي انا، مشهود كاينين تما اللي كانوا في شيفتي هذوك، ولا هما اللي دابزتي معاه؟ اه صافي قال لك باك امك، بغى لي باك امك. اش قلتي لي انت؟ قلت له مرحبا سي عبد العزيز، نهار كبير هذا، مرحبا. ما يمكنش واحد يجي ويعايرك. لا والله ما قلت لي شي حاجه، هو عيط لك في التليفون. لا وصافي تصالحنا والله، هذا والله صافي من تما صافي ولينا اصدقاء. ولكن عجبتني واحد الموسيقى اللي دارتها بنته تبارك الله عليها، الهام تبارك الله عليها، عجبني هذيك الموسيقى الكليب اللي دارته واعر تبارك الله عليها ما شاء الله عليها. شنو تبغي تقول ليها اليوم بما ان دارت مسيره موفقه ان شاء الله؟ شنو تبغي تقول لي باش يسمح ليها؟ ها باش يسمح ليها كنتمنى من الله السي عبد العزيز الساسي عافاك، سمح لل سمح للبنيه ديالك وسامحها، وانه غفور رحيم على الشيطان وسامح الكريم، الله سبحانه وتعالى كيغفر جميع المسلمين والمسلمات، ونتمنى من الله يغفر لكم انتم ذنوبكم. جات معك القبعه؟ ايوا يا الشمس العاشية إلين. تغني صوتك زوين، غني لنا شي، غني لنا شي حاجة. أنا عندي معلم الطرب أندلس اللي كيعجبني أنا، غني لنا الطرب، مازال ما حافظش مزيان، وغني لنا شي حاجة كتعجبك. أنا عارفك دابا لاشين ديالك غدير فيها تنغمة. لا لا عجبني أنا الآلة، الآلة اللي كيعجبني أنا ديال الآلة، مازال ما حفظتوش مزيان. كيفاش الآلة؟ الآلة طرب أندلس وسميتو الآلة. وكنشكر حتى لالا زينة الدودية، كنت لقيتها في موازين. اها كنت لقيتها زعما سيدة محترمة مقدرة، الله يجعل ربي يحفظها. اها عزيزة عليك زينة الدودية. اه بزاف. وقول لي كي دايرة المواصفات ديال العروسة اللي بغيتي تجوزها؟ انا لا قلت لك، ولكن مازال مازال عندكم، مازال انا مازال ان شاء الله، وكنحيي كاع الفنانة ديالنا كنحييهم. علاش كت الفنانه كلهم كتمشي معاهم، حتى واحد ما كيبيتك عنده في الدار الزهير زائر كيتهلا الزهير حيت كبر دار معاك البارح؟ بغيت نعرف واش دار معاك البارح. البارح عاود يشد فيا شده، ولكن الله يسمح لي ما نقولوهاش، الله يدير. اه قول لي اش قال. لا لا جميل، انا قال لي قول قول اش قال. ها قول اش قال، اش دار لك البارح؟ ها تعال قول. لا قال، لا 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 نسينا ما كنحييه بزاف. لا نعرف شنو دار البارح، دار الفطار. لا 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 واحد كلب قدو قد الخا، بقيت مخلوع بديت كنغوت. جابوا لك؟ اه ويلي قداش هو؟ قداش هو راه ياكل حتى الزهير، ياكل نينو وياكل زهور وياكل حليب. انا يشد فيا شو دار؟ لا قال العمر، عمر يجيب لي كلب ديال عمر، هذاك الكلب اين عمر؟ عمر صاحبه. اه وتخلعتي انت من الكلب؟ اه تخلعت، اكل قداش هو؟ بديت كنغوت البارح. ماشي والو، كنت متبدع كاسيدي ماريا. واش قال لك هو؟
لا لا مسكين والله، لا خلي ما خليك خلي ما يدير شنو عليا. دار لك العشاء؟ ها دار لا كان كل انا زعما هذاك السيد، انا نقول لك استاذ ماري هذاك السيد اقسم بالله انت في خير، انا كنقول لك قدام الجمهور الكريم هو اللي كيدخلني عنده دار، هو عندك ايكو ايكو ولكن كيكون مشغول. الله يعاونو الله كيكو يسهل. كيكو كيكو قول لي هذا العروسه اللي لقيتي، انا عارف لقيتي وحده بنت سليمان. لا والله ما عندي دابا حاليا، ان شاء الله كنطلبوا الله صح وسلام. والله الا بحال انا نباك الله. حصلتك، ودابا انا خصك تعاود لي على العروسه ديالك. مازال ما شفتهاش وان شاء الله بغينا من الله سبحانه وتعالى. المواصفات ديالها شكون هي؟ تكون مستهلة وصافي، حيت كيكون شوية ديال العينين، كيكون شوية ديال العينين. شنو عيني؟ العينين زعما كيحدا واو على واو واو، ولا كيبقى اذا هذه شي وحده فاتنه من الجمال زوينه. بغيت شي وحده ولكن كتبقى بينا وبين الله. كيفاش؟ بالسلام والقران والاحترام. بغيتي ملتزمه ملتزمه متبرجه، ما تخرجش ليا الطريق. ما تبغيش وحده متبرجه ما دارش الحجاب؟ ايوا لا ما نقدرش. علاش؟ كنخاف قدام امام الله. ومالها على اللي لا والو، ولا قدر يكون قلبها زوين. ايوا بياس غيكون كاينين بصح انا ما كذبتيش كاينين هادو. بحال كتعاير فينا حنا. لا انت حنا راه ما دايرينش. لا لا دايره الحجاب. شكون قال لك؟ ها هي دايره دابا. ما دايراش دايره 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 كاسكيطه دايره. شنو سميتها؟ ليلى. المدام هاكو ما يسمعنا حتى حد. انا ها لا 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 هاكو لا لا نقول لا لا في راسي قالوا لي سميتها ليلى. ها ليلى؟ لا 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 سميتها ليلى. لا مازال ما نقولكش الله اعلم، هذاك شي مفاجأة. انت غديروا العرس ان شاء الله؟ مازال ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى من الله، نتمنى من الله يستر الامور. انت كتخطب في الفنانات وتخطب في الصحفيات وفي الاعلاميات وتتم ندبر على المرض بنت سليمان. لا 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 مازال قلت لك مازال. نقول لك انا سميتها جميله. لا اييه هذا الشيء بيضتي عينيك حيت عرفتي من جبتها لاصق. لا 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 سي واحد كيكذب لك. كتب لي تحت سميتها جميله. لا لا اذا الزوجه المستقبليه ديال السي كونجي هي جميله. لا لا صبات وتقيشرات اللبسه تبارك الله. لا لا ديما انا تبارك الله. علاش عندك ثقه في النفس؟ كنحترم نفسي ومنقي حالتي، كنهلي في راسي بزاف. كل نهار لبسه؟ كل نهار لبسه. الحسانه والريحه، شنو الريحه كدير؟ وضروري الريحه والنقاء، وضروري خص واحد يكون نقي وخص يتهلا في راسو. كتشري هادشي غالي بشحال ما قال؟ هذا لا رخيص. شحال تقريبا تكون ساوي؟ هذا 30 درهم. 30 درهم والدوزي ديال ما كان ب 500 مليون. دوزي ايوا انا ما كناخذش هذاك الشيء ديال ما كنعرفش انا هذاك بارك عليا هذاك الشيء ديال الدروشه. نحتي عشت مع الدروش ما عنديش يعني واحد يقول لي راه ما كان. واش بالك دابا الدوزي ديال ما كان ب 500 مليون انت داير هو راه حفيد هذاك راه كيتسمى مول المغني وهذاك راه ود وجده ناضي هذاك تبارك الله عليه. كيغني مزيان كيعجبك؟ كيعجبني بزاف حفيد، كنحييه وكنحيي الوالدين دابا انت كوكا وكنحيي الناس ديال وجده تحية ليهم. مثلا حفيد دوزي بغى يتبرع لك وجاب لك ديك المكانه ديال 500 مليون. لا ما نقدرش. علاش؟ ما بغيتهاش. بغى يعطي لك كادو. علاش؟ نقدر نبيعها. هو قال لك ما تبيعهاش لبسها اللي دايره 500 مليون. انت كتشوف 500 مليون قدامك فيها بارطما فيها جميله فيها ولاد جميله. ناري جميله هي هي شو تبغى تقول جميلة اليوم؟ لا ما عنديش انا سميتها مدام جميلة. سميت حكيمة؟ لا جميلة. لا ما سميتهاش جميلة، كذبوا عليك هذا اللي قال لك هكا راه كذب عليك. ما جابلك صحيح عندك السمية. كذاب هذا اللي قال لي. كذاب. ما يسواش. لا هو قال لك جميلة فيك راه شي سمية جميلة. ها؟ ها؟ راه دغيا شفتي بي عندك واحد شي حاجة عندك هنا. ايوا شتي جبت لك جميلة. والله ما جميلة. سميت واه ما يمكنش نجبد المواصفات ديال المدام. ايوا دابا ما قالوا 30 درهم ولا 60 درهم؟ 30 درهم. دابا انا
هاد جميلة، اسمعوا المشاهدين، جميلة مبغاش يعترف، وهو كيبغيها هو وخوه. خويا هاد انت وخوك توام ايه كتسكنوا في بن سليمان، وبجوجكم كتبغي واد جميلة، شكون لا غيتزوج جميلة؟ لا 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 كيكذب عليك هذا اللي قالك خويا توا اها خويا ابا خويا باقي ان شاء الله يلاه كاين ناوي ان شاء الله يتزوج باغي يتزوج حتى يلاه وياه غتزوج ان شاء الله غتاخدو توام ولا شنو؟ تاخدو والله صفقة نتمنى وام؟ الله نتمنى الله شوف الله شنو كتب لينا تاخدو شوف شي الله توي، شنو مكتوب تقدر لي تاخدو تويميات بحال صفاء وهنا خواتات، نتمنى والله تمنى تاخدو الا صفاء كتب وهنا، الله سبحانه وتعالى ما تبغي تاخد صفاء وهنا تاخد. ايوه دابا صفاء وانا راه مزوجات شكون قال لك؟ مزوجين لا مزوجين مزوجين بيمن مزوجين مزوجين بيمن عندهم رجالة ديالهم لا باقي ما مزوجينش. شكون اللي كبر؟ شكون اللي تزاد اللون؟ انت ولا اخوك؟ انا داكشي علاش تبارك الله داير عليه، ولكن علاش ما كتشابهوش انت وخوك واخا توام؟ ايوا كل واحد له كلاكطه ديالو، ها كل واحد عنده كلاكطه ديالو. كلاكيطة ديالو كل واحد عنده كلاكيكتاك ديالو كاركتير اه ديالو كاركتيك ديالو كاركتير كاركتيك الرام اه كاركتير يقول لك يدور معاك شي فنانة كيتهلا فيك. شكون هما؟ شوف انت يكون راه زعما راجل طيب هذا بعد كوفيرمو اللي لا يكون في عون الله والله يدي كوفيرمو الله يعاونو الله انت منين يسلمك. جات فرونسي؟ ها؟ هاد فرونسي انا منين جات؟ كنسمع في التلفازة اش كتسمع؟ كنسمع كوفيك 19 كوفيرمو هادي صافي تو وليت انا كنعرف هاد الشيء انا كنتبع داك الشيء من التلفاز الهضره كيفاش هذا كنهضر لك انا كنقرا مع كنشوف الصحافه كيفاش كيهضروا تبارك الله عليك. كون كنتي رئيس الحكومة شنو دير في البلاد؟ نساعد الفقراء ونعاون المجتمع المدني وندور على المؤسسات جميع المغرب راه نخدم ماشي كنت في المنصب رئيس الحكومة ولكن بغيتي تكون رئيس الحكومة؟ هذاك الشيء في يد الله كي جاك الهضره كاين. قول لي كي دايرين والديك؟ بغيتي كتمشي عندهم؟ الحمد لله ضروري ضروري الزياره في الكنائس انا ود الشيخ الكامل كتذبح انت من هذوك الناس كيذبحوك كتمشي دير الحضره ضروري انا ود تما شنو كدير في الحضره؟ هو لا شنو كتدي؟ جلابه كدي الحاولي ولا العجل؟ لا واش ما كيدوا لي لابس كحل اللي لابس كحل خصو يضربو تما زيز عليا مكناس كان مكناس كان بن سليمان كان الدار البيضاء كبرى كل مدينه الحمد لله فيما اختار الله كل وعندك تبارك الله معارف صحاح كتعرف ناس مسؤولين كبار تصاحب معاهم كتخرج معاهم وداك الشيء في يد الله ما كتجبدوش المسؤولين كيبقى ابا هاي عندك اصدقاء عندنا وداك الشيء معرفه ديال الله سبحانه وتعالى تبارك الله الله اللي كيلاقينا بهم دابا انت غدير لنا العراسيه العراسيه كنتمنى من الله يسهل الامور باش نطلب الله يوفقنا ان شاء الله باذن الله يلا غن ما كورونا لا ها ويلي هادي عطسة اه ما جات لها غفلة كي ضحك مصور كيضحك المصور انت ضحكتي المغرب كامل ما ضحكش المصور لا 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 الفنون صاحبي لا لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك شكون راجل طيب مصور ايوب كنشكرو بزاف في النهضه برا عقلك على السميه صديق ديالنا راه حبيبنا والله راه ملي كيجي من طرف لاله ماريا راه ما كاينش تعاود الهضره الله يحفظك الله يجيك كيضحكوا لك الناس على ديك العطسه اللي درت اويلي هيك عطسه لا لا ما عرف كي جاتني غير جاتك على غفله وحبستيها كتحبس انت العطسه من مالك يحبس ويلي انا كنجي على الغفله وصافي بس كنت انت من الناس اللي كياكلوا بزاف ولا شويه لا انا كناكل بزاف تقدر تاكل بنادم من جاك الجوع لا لا كنا ناكل على قد الحال ولكن نحتفظ على صحتي ونحتفظ على الماكله ها
الماكلة عندها القانون ديالها وعندها القوانين ديالها. ملي كتبدا تاكل كتقول بسم الله، ملي كتسالي كتقول الحمد لله، باش الله سبحانه وتعالى باش ما كياكلش معاك الشيطان، كياكل معاك الملائكة. تبارك الله عليك، كتفهم في الدين، تبارك الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. دابا لاشين ديالك قلتي احمد الحاتمي، احمد الحاتمي، شنو تبقى تقدم فيها؟ مثلا طياب، كلاس، لا لا ندير اي حاجه، ندير اي حاجه، وكنقول الجمهور ديالنا يتبعونا ان شاء الله. ومرحبا بكم في لاشين في اليوتيوب احمد الحاتمي. تبارك الله عليك. وغني لينا شي حاجه باش نختم. نعم غني لينا شي حاجه. ما عنديش، غني بحال زهير الزائر ملي كيدير اغاني كيقلبهم بالكوميديا. لا لا تبارك الله عليه، واعر واعر والله. عرفنا واعر، دير لنا حتى شي. لا لا انا ما نعرفش ندير بحال هادشي، هذا كيكون عنده تبارك الله عنده. دابا ما حافظت اغنيه جميله، ضل تغني لها. كنت حافظ، كنت حافظ. دابا ملي كبرنا، ملي كبرت من هذيك صافي بقيت كان شرفتي ما بقيت. ماشي شرفت، واه كبرنا بنادم دابا كينسى، دابا كيولي يفكر عاوتاني مستقبل، يفكر بزاف الحوايج. تسلم لك الشرقي الساروت. الله يسلم عليه الخير، الله يسلم عليه الخير بزاف. وكنحيوه في هذا المبربر بزاف بزاف. ودير تحيه للناس ديال بن سليمان، المدينه ديالك. مدينه بن سليمان، وكنحيوه هو، وكنحيوه الاخوان ديالنا، وكنحيوه الفنان الكبير ديالنا شي شرقي، وكنحيوه كاع جميع الاسره ديال بن سليمان. والتحيه لهم بن سليمان، ومدينه زوينه منوره. والجو اللي ما سمعش بن سليمان يمشي لها يشوف كي داير بن سليمان، زوينه مدينه منوره. منوره. لا فيها طبيعه، هذاك الشيء زوين. يلا شنو الكلمه الاخيره تقول للجمهور وزيدها بالضحكه ديالك العجيبه؟ تبعوني في اليوتيوب قناه احمد حاتمي، مرحبا بكم. وكنت خدام، بدا ما كنت جيد. تبارك الله عليك.